كلنا ان احنا ازاي يعني نقرب هذا الحلم ان شاء الله. يمكن في الختام موضوع يمكن ما كنتش عاوز اسيره بس انا مضطر اسيره لان مش ممكن اعدي الموضوع كده، او انا ما بتكلمش كتير وانا اول مره يمكن اطلع من زمن يعني، وهو الاسلوب يعني الاشخاص الحقيقه اللي متجاوزين، الاشخاص اللي في نوع من انواع التدني في اسلوبهم. احنا النادي الاهلي مش ممكن يرد، النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، ما ينزلش ابدا لهذا الاسلوب، ولكن ده مش معناه ان النادي الاهلي بيسيب حقوقه ابدا. النادي الاهلي وبقول للاشخاص دولت اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالاهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمه الاهلي كبيره جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لافشال الاخرين، بيشتغل عشان يفشل النادي الاهلي بس. ده امر عجيب وامر مش هيستقيم ومش هيستمر، عشان كده بنقول تاني النادي الاهلي راقي، النادي الاهلي له من مستوى الرقي والاخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب انا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس ان احنا بنفكر في الموضوع ده ازاي. بس انا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحه اللي احنا فيها، عشان كده برجع تاني اكلم جمهورنا واكلم